يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. أحلى حاجة في عالم الكتب إننا زي ما بنضيف لمعلوماتنا كمان بتدينا فرصة كبيرة جداً إننا نعرف أكتر عن شخصيات ليها تأثير كبير في حياتنا. النهاردة معانا كتاب هنتكلم من خلاله عن شخصية مهمة جداً في تاريخ السينما المصرية والعربية. مجرد إننا بس بنقول اسمها لوحده بياخدنا لأحلى أفلام الزمن الجميل. بنحب نسمع صوتها وهي بتحكي أحداث القصة اللي بتمثلها في الفيلم. صعب جدا نوصفها لأن الحقيقة هي كانت عبقرية بشكل ملوش مثيل، مش هيتكرر تاني، وحقيقي مفيش زيها تاني أبدا. هي الست، هي البنت المصرية بكل حالتها، هي الفلاحة، هي الهانم، هي البنت المتمردة، هي الحبيبة والأخت والأم، هي أيامنا الحلوة، هي ضمير أبلة حكمت. أكيد بدأتوا تعرفوا إحنا بنتكلم عن مين. النهاردة هنتكلم عن سيدة الشاشة العربية الأستاذة فاتن حمامة، وده من خلال كتاب فاتن حمامة سيرة درامية للكاتب والناقد الفني الأستاذ ماهر زهدي. ومهما الحقيقة اتكلمنا عنها يمكن مش هنقدر نخلص كلام عنها أبدا، ولكن خليني أقول لكم إن إحنا كنا قاصدين نتكلم عنها خلال شهر مايو لأنه بيوافق ذكرى ميلادها، وبالتحديد في 27 مايو. بجد أنا على المستوى الشخصي سعيدة جدا إن أنا هتكلم النهاردة عن شخصية بحجم وبقيمة الفنانة الكبيرة الأستاذة العظيمة فاتن حمامة. ولكن قبل ما نتقابل مع الأستاذ ماهر زهدي ونتكلم عن كتابه فاتن حمامة سيرة درامية، تعالوا زي ما احنا متعودين نروح نشوف مع بعض تقرير البست سيلر ونرجع على طول نبتدي حلقتنا. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ويحكي الكاتب فيه عن كواليس كتابته وعن كيفية تطوير منهجه على مدار سنين. يحتل المركز الثاني كتاب الدكتور محمد طه الخروج عن النص من جديد، ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية. وفي المركز الثالث جاء كتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه عن رحلته على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. تأتي بعد ذلك في المركز الرابع رواية ياسمين أبيض للكاتبة خولة حمدي، وهي الجزء الثالث من ثلاثية الياسمين للروائية التونسية خولة حمدي. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثها في مملكة غرناطة.